واجبات الصلاة ثمانية. تمنز واجبات أتدي. جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. طول تكبيرنا ما سوى تكبير إحرام تحريمنا. تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، نعم مثلا. دو ركوع تكبيرات، دو سجدي تكبيرات دا طول. نعم. الثاني من واجبات الصلاة قول مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع. دغرنجي دويم يوز الويل ده سبحان ربي العظيم بركوكي. نعم. قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد. سمع الله لمن حمد والإمام ومنفرد وعلولا. قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم. ربنا لك الحمد والإمام أو يوازي منسكونسكي أو دمون رست إمام ده بارا. قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. دغرنجي سبحان ربي الأعلى يوز الويل بسجدكي. قراءة التشهد الأول هذا إذا كان في الصلاة أكثر من التشهد فالأخير هو الركن والأول هو الواجب. أم دغرنجي ده تشهد ويل دي كشرط منز كده يوز النادير تشهد أول ذا الواجب ده أو دوام ذا الأغا الركن ده. والجلوس له والله أعلم. أم دغرنجي تشهد تكين أستل والله أعلم.